النهارده الحقيقه احنا خلاص بنتكلم في ايام قليله والمدارس تبدا والسنه الدراسيه الجديده تبدا. وزير التربيه والتعليم دكتور رضا حجازي النهارده اعلن عن خطه العام الدراسي الجديد اللي هيبدا بعد 10 ايام، ويا رب تكون سنه دراسيه سعيده كده على كل الطلبه وكل اولادنا. وقال انه في تطوير في المناهج والتطوير مستمر، سواء بنتكلم على سنة رابعة أو حتى سنة خمسة، وفيما يتعلق أيضا بالجديد في امتحانات الثانوية العامة. طيب اللي حصل النهاردة هنتوقف عند بعض التساؤلات ونقول لحضراتكم آخر الأخبار إيه. خليني أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أستاذ رفعت مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عزة، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. 10 ايام ويبدأ العام الدراسي الجديد، واكيد اولياء الامور والطلبه مستنيين يعرفوا الجديد، التطوير اللي مكمل اللي هيتلغي، لانه دي حاجات مهمه جدا بالنسبه للطالب بالنسبه لاولياء الامور. احنا النهارده في الاجتماع حصل انه في تصريحات واضحه انه التطوير مستمر في مناهج سنه رابعه، وبنتكلم في سنه خمسه، وهيصل التطوير لسنه سته ايضا. استاذ رفعت، زي ما حضرتك اشرت يا استاذ عزه، ده كان الاجتماع امبارح للمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، وانا كنت حاضر هذا الاجتماع ومشارك فيه. تمام. وجنب رئاسه الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم، وعدد كبير من القامات التعليميه على مستوى الوزاره، وايضا من اساتذه الجامعات ومكتب تنسيق القبول بالجامعات ايضا. طبعا اللي ركز عليه رؤيه كده، رؤيه كامله يعني. الرؤية بالضبط. احنا ناقشنا الرؤية الكاملة اللي هتتم ان شاء الله مع بداية العام الدراسي وطوال العام. اول حاجة تركز عليها الاجتماع واجي عليها وزير التربية والتعليم، العودة، العمل على عودة الطالب والمدرس الى المدرسة مرة اخرى بعد ان رأى الطرفان من اجل الدروس الخصوصية. على فكرة بقى استاذ رفعت معلش انت بتستحملني، خد بالك من اللي انا هقوله، وعلشان انا الحقيقه يعني انا بحب اشتغل على ارض الواقع اكتر منه على اجتماعات ويطلع منها قرارات ومش بتطبق. خلينا واضحين، من ساعه كورونا وحضرتك اعلم مني بانه في بعض المدارس، وده بيقوله لي اولياء الامور طول الوقت لغايه اخر لحظه، وانا متاكده ان انا هسمعه مع بدايه العام الدراسي الجديد ايضا، انه فكره الغياب غير معترف بيها في المدارس، بل بالعكس المدرسين بيقولوا لهم انتوا ايه اللي بيخليكوا تيجوا. اكيد انت سمعت الكلام ده، انا مش بقول لك سر. نعم صح. نعم. طيب هتظبط الايقاع ده ازاي؟ ده اللي ناقشناه امبارح يا استاذه عزه، وكانت القرارات فيها واضحه تماما، وهي اولا ابدا مع الطالب، ومش هيبقى اجراءات عقابيه قد ما هي ترغيب للطالب للعوده الى المدرسه. هتبدا بالطالب ولا هي تبدا ولا هتبدا بالمعلم اللي ازاي يجذب الطالب؟ الاثنين حضرتك مع بعض الاثنين، وهجمل لك القرارات اللي اتخذت في هذا المجال. اولا لو هنبدا بالمعلم، هناك لجان متابعه بشكل فعال تتبدا من الان الى جميع المدارس كلها، وقد تزور المدرسه مره واثنين في اليوم الواحد للتاكد من حضور المعلم وحضور الطالب. ده جانب. يبقى ده شغل اداره مدرسه. الجانب الثاني ان انا اعمل على ترغيب الطالب الاول للعوده للمدرسه الاخرى، زي ما حضرتك اشرت وقلت ان هو بعد ان هجرها الطرفان من اجل الدروس الخصوصيه. الترغيب هيتم ازاي؟ هيتم الشرح الجيد بطريقه مختلفه تماما للمقررات، على زي ما كان بيتم السنوات الماضيه. الشرح التقليد ده كله هيختفي تماما. ليه؟ هل المدرس يا استاذ رفعت اصبح قادر على شرح المنهج؟ اصل خلينا نتكلم بمشاكل واقعيه الناس بتتكلم فيها. حضراتكم حتى البعض منكم كان بيقول ان المدرس نفسه ما كانش فاهم المنهج اللي هو المفروض يدرسه، صح؟ يا استاذ عزه، اللي تقرر غير كده خالص.
اولا المنهج اللي هيدرس هيدرس بطريقه مختلفه، المدرس هيكون مساعد في عمليه الشرح. ازاي طريقه مختلفه؟ اولا الاباطره الدروس الخصوصيه المشهورين هيتم تسجيل المحاضرات بتاعتهم او الشرح بتاعهم اللي كان ملك الكيمياء واستاذ الفيزياء وخلافه على فلاشة. نمرة اتنين، هيستفيد ايه؟ هيديك ايه؟ هيديك ده مقابل من ايه؟ من هكمل حضرتك. قول. نمرة اتنين، المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية التابعة لوزارة التربية والتعليم اللي كانوا بتشرحوا ومن خلال افلام مصورة هيتحط على نفس هذه الفلاشة. تمام. وبعدين الفلاشة دي تذهب إلى كل المدارس بكل مستوياتها سواء في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية بالتحديد. ويتم تجميع التلاميذ والطلاب كل 3-4 فصول مع بعض إذا أمكن، وليكن مثلا فصول علم علوم في مدرسة ثانوي، المدرس هيكون حاضر ويتم عرض الشرح في المقرر في مادة الكيمياء، مادة الفيزياء، مادة الأحياء، وكل شوية المدرس يعمل ستوب وبعد ربع ساعة ولا حاجة ويبدأ يؤكد على بعض النقاط اللي التلميذ أو الطالب شافها في الفيديو أو الفيلم اللي بيتم شرحه داخل المدرسة. معنى إن أنا أستعين يا أستاذ رفعت، معنى إن أنا أستعين بأباطرة الدروس الخصوصية، إذن هذا اعتراف ضمني بان هم كويسين عشان بس نبقى متفقين. يا استاذ عزه انا بعمل كده لما هو هيديك الفلاشه بتاعته مقابل ايه وانت بتفضي جيبه من الدروس الخصوصيه؟ مش الفلاشه بتاعه المدرس الخصوصي، انا هستعين كوزاره هطلبه يسجل نفس ما كان يشرحه بالطريقه الجاذبه للطالب في الدرس الخصوصي يشرحها لي زي ما كان بيشرحها في السنتر عشان احطها على الفلاشه. هو مش هيديني فلاشه، انا كوزاره التربيه والتعليم هديله مكافاه مقابل الشرح ده، لان رضيت ان ارضى الطالب سايب المدرسه ورايح للدرس الخصوصي. يبقى ده بمقابل عشان نحسم الامر. بمقابل بتشتري شرح من بالضبط. مدرس متميز. الشرح المتميز ده حضرتك هيشوفه كل طلاب الجمهوريه. تمام. ثانيه واحده، المدرس بقى اللي هو صاحب المادة اللي هو بعيد عن الأباطرة دوره هيبقى ايه؟ هيبدأ يكمل او يأكد على بعض النقاط اللي شرحها هذا الأستاذ المتميز في الشرح في السناتر، وبالتالي اما يبدأ يوقف الشرح لمدة 10 دقائق يقول الحتة دي كان المقصود بها كذا، الحتة دي، او يتلقى أسئلة الطلاب على اي شرح اضافي على نقطه معينه. الموضوع ده حصل في اماكن اخرى، يعني اقصد انتوا هتطبقوه اول مره؟ هيحصل في وزاره التربيه والتعليم. ما اول مره بتطبقوه يا استاذ رفعت؟ يعني ده ملوش مرجعيه في اي بلد او في اي دوله حصلت، فمنين هتجربوا هذه التجربه وتبقوا ضامنين النجاح او الفلاح او نجاح التجربه؟ الهدف ايه يا استاذ عزه في ذلك؟ إن أنا دلوقتي بقدم أفضل شرح للطالب في المدرسة بالإضافة إلى المواد الفيلمية اللي مجهزة عن الموضوعات المختلفة. ودي حضرتك مثال بسيط، لو أنا عايز أشرح لطالب مثلا كيفية صناعة الحديد. لا تمام، أنا الشرح واصل، أنا بتكلم في الآلية وكيفية المتابعة وكيفية اختبار الطالب. خلاص خلينا نشوف التجربة هتعمل إيه على أرض الواقع فيما يتعلق بالامتحانات. هل في تغيير في شكل امتحانات سنة رابعة؟ في تغيير في شكل امتحانات سنة خمسة، سنة ستة، لغاية ثانوي؟ لا، امتحانات في مراحل النقل زي ما هي، التغيير في مرحلة الثانوية العامة فقط. هيبقى ايه؟ وهيبقى بدل ما هو بنظام الاختيار المتعدد اللي طبق على مدى العامين الماضيين اللي هو بيبقى مثلا 30 سؤال 35 سؤال في المادة، وبسود فقط على الإجابة اللي أنا بختارها اللي أنا معتقد أنها صحيحة. نعم. ولكن أنا ما بكتبش ولا أقدر أعبر عن وجهة نظر في موضوع معين، وليكن زي موضوع التعبير مثلا. نعم. وعشان كده السنة اللي فاتت واللي قبليها
لم يكن هناك موضوع تعبير في مادة اللغة العربية لأول مرة في امتحان الثانوية العامة. هيتخصص 30% ما بين 25-30% من الدرجات لأسئلة مقالية يكتب فيها الطالب بخط يده. ولكن ما يتم دراسته الآن أيضا في هذه الجزئية إن هذه الأسئلة المقالية ممكن تعرض بشكل معين والإجابة بتاعتها بشكل معين حتى يتم تصحيحها إلكترونيا أيضا حتى نضمن الموضوعية والدقة في عملية التصحيح. مش عارفة يعني مش قادرة تفهم قصة إنه الأسئلة المقالية تصحح إلكترونيا إزاي. كانت قال قبل كده من حضراتكم إنه حيتم تخصيص 30% أسئلة مقالية تصحح يدوي. ما هو يدوي الطرح الأولاني حضرتك دلوقتي أقول لك الفكرة الجديدة دلوقتي اللي طرحت أمس إن إحنا ممكن نجرب نعملها نعمل الإجابة أو الإجابة الطالب تكون على كل سؤال في حدود سطرين ثلاث سطر أو أربعة سطر يعبر عن وجهة نظره في الإجابة يتم تجربة إمكانية تصحيحها إلكترونيا. إذا نجحت التجربة كان بها ما كانش يتم تصحيحها يدويا. تمام. أنتقل مع حضرتك فيما يتعلق بالمعلمين. هل انتهت الوزارة من التعيينات الجديدة للمعلمين وحيقدروا ان هم يلحقوا يشتغلوا في العام الدراسي الجديد؟ ايوه هم حضرتك العدد 30,000 مدرس وانتهت اجراءات اختبار. لا ده الكلام ده مهم بقى قوله لي. انت كده بتكلمني على حل ومصير ل 36,000 معلم. لا انتهت الاجراءات بتاعه تعيينهم وستعلن خلال الايام القليله القادمه قرار التعيين، ولكن سيتبعه تدريب في كليات التربية قد يكون لأسبوعين أو ثلاثة وماله لعملية كيفية التدريس بشكل أفضل. وهيتعين تحت مسمى مدرس مساعد في البداية وديا هيبقى لمراحل التعليم الأولى زي ما حضرتك عارفة من كيجي 1 لحد سنة ثالثة ابتدائي. تمام. دي أهم مرحلة. وعلى اساس ان دلوقتي تم اجراء الاختبارات النفسيه والاتزان النفسي وخلافه ومدى استعداد المدرس المتعين عشان يتعامل مع التلميذ او الطفل في هذه المرحله. هيتبعها بعد ذلك استكمال ما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الكون الاجمالي المعينين 150,000 مدرس في خلال الثلاث سنوات القادمه. ده كلام جميل ومهم ان انا اتابعه مع حضرتك. وأنا مع فكرة إنه المدرس طول الوقت يبقى بيذاكر وبيطور من نفسه ويبقى تحت إشراف أساتذة علشان يبقى مؤهل ويستحق إنه هو يبقى معلم. وأنا أعتقد إن هم عندهم استعداد للتطور اللي ممكن يحصل ده. كان حاضر الاجتماع امبارح ده عمداء كليات التربية في مصر وتم الاتفاق على ذلك أن تعود كليات التربية لممارسة دورها في تدريب هؤلاء المعلمين. يلا المداخلة اللي جاية إن شاء الله تقولي يبقى فيها قرارات والناس تبدأ تقدم إزاي أو هتعرف إزاي أو يوصل لهم الموافقات إزاي كبداية. إن شاء الله. أشكرك أستاذ رفعت. أشكرك فندم.